ونترك الكلمة للشيخ إن شاء الله. الأولى الأخت مفيدة، تفضل تسأل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله عليه وسلم وبارك على النبي الكريم. نعم سيدي. كل سؤال جاوب عليه ولا جاوب عليه؟ يا بيت مشي وين؟ مشي بشوي. أيوه. تحب تسجل الأجمل تفضل. اسمع من سبب الملك. أفضل نعمل. حسيت الوقت نبدا نقرا الانسان ندخل نعمل زوز قنادول وبعد فبيت تعرف ان ان شاء الله. ايوه نحن في جرب باش دخلنا اليوم المصري. لا نقرا معاهم. ما عندكش قادر ولا مش قادر، اسمه قادر المقتدر. لكن حب يعلمنا حاجة أنك إذا كنت ركين أنت وحدك صحيح تقرا صحيح فيها بركة كمالية تحصل واضح، فباش نكمل بها حاجة تعلمتها إيه؟ هتقول لي سيدي والله فيها بركة وتعرف أنه في كورونا كذا، أنا معاك. لكن تعلمك البخل مش باش تعلم. إذا كنت ركين تعلم على أولاد بلادك. أي نعم. لأن بلادنا هي اللي علمت مصر وهي اللي علمت ليبيا وهي اللي علمت السعودية وهي اللي علمت كل شيء. ردوا بالكم. تونس تبقى تونس. أيوة. علمت الاجتماع المنفصل مع الهمس المزدوج من كلمتين. لا أوجه الاجتماع المنفصل مع الهمس المزدوج من كلمتين مفتوحة كمفتوحة. مثال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هنا لماذا المقدم في المنفصل أكثرنا؟ ما هو المقياس في اختيار الوجه المقدم؟ هل هو جائز أن نختلف في وجه الأداء؟ وعلى أي أساس نختار المقدم؟ هل هناك أدلة أو مراجع نعود لها كتب مشائخ؟ لا، الكلام اللي تحكي فيه محاضرات هي اللي قارين الاصول يفهم خير القاعده اللي فيه. لكن الجو بصفه عامه ذيك اللي فينا فاتوا الضغط. والله ما اولا انما يعود بالتعامل. ثانيا الاسئله هذه من اللي قلت لي الاسئله نتاعها وما هي الادله عرفت من كلاسيكا المراهنية الخمسه. ثلاثه اولا يوسف ثم رسول في السنه نتاعها. واضح؟ باهي. وعندنا الطرق العشريه النافعيه الى غير ذلك من المسائل. باهي. انا مشيت نقرا عندك. انت ما شاء الله تنصبت. قريت قالت شو نقرا بلغه الامام قانون. راهو اللي يتصدر يقول انا قاري بلغه الامام قانون ويقرا بوجه واحد راهو كذاب راهو يكذب. لازم يقول انا نقري بروايه الامام قانون بوجه الاسكان مع قصر المنفصل. لازم يقول هذا وش قال بلغه الامام قانون. كي تكون قال بلغه الامام قانون راك تقري في الروايه كلها لا وجه نتاعها كل. واضح ولا لا؟ مساله الاوجه تقديمها وتاخيرها هي المد قبل همز المغير يجوز تصور ولا فانا يجي من قدامي طالب باش نقريه ويمسك السماء ان تقع على الارض. يجي طالب اخر باش نقول ويمسك السماء ان تقع على الارض. جائز ما فيش حتى اشكال لا فيه تقديم وتاخير. ما جرى به العمل في بلادنا تقديم القصر على واضح. بس انت يا خصمون الاسكان يا خصمون النافع طبعا من طريق ابي نشيد وطريق الشاطبيه قراها بالاسكان وبالاختلاس ولزوج يزيد. راني نشوف شو نفصل نحكي بصفه عامه توا. شنو الاخر سالتني يعني؟ عليه؟ الف انا لان المعاناه مصريه الوجه المقدم عندهم احنا عندنا الاثبات. ما دام قلت اوصف نحكي على شخص بلادي. تجي انت تستنسيغ تقول وما انا الا نذير مبين. تجي لواحد اخر تقول وما انا الا نذير مبين. انت حبيت تقري هذاك بالاثبات والاخر بالحمل جاز ذلك لانه الزوز مرويات ما ياثروش على القراءه. فانت وشيخ اللي تقرا عليه؟ لا مش على شيخ، انا كمعلمه اللي نجم يجوني طالبه. انا مره تلميذه قريت على لبنانيه معناها هي في الدكتوراه مرحله الدكتوراه قالت لي اللي كتابك محرف في يشاء في الهمز المزدوج المختلف. عادش وقت البيت ما يسالش اتقي الله ترى مش حاجه تعليم عندكم من خيره الناس اللي قروا لها في البيت امشي تعلم عليهم تو هي في لبنان ولا هي تقرا بلغه مخالفه لولايه البلاد بالطبيعه هي ماهيش معاويه ماهوش من اختصاص مش تنكر بالطبيعه هي خلا وجه واحد فهمت عادش وقت البيت هي بالحق.
ما يأثرش على الأوجه ولا بي ما عنده حتى دخل. دي بنحكي عن طريقة بينا الشيفة ما عنده حتى دخل. وإحنا سؤال آخر، الطريقة بينا شيء من أي مضمن؟ خاطر الشيخ أمين الهوني يقول لي لازم ذكر في الإجازات، لازم ذكر الموضوع الطريقة بينا شيء، يقول شو المضمن يعني؟ الشاطبي الشاطبي بردي أنا مش هتعطيك بعيد مش هتعطيك بعيد بعيد أنا قريب بردي من قالوا خلطت الشاطبية والدر عملت يقام عليه حد كلها اختيارات وضع بها النبي صلى الله عليه وسلم فقط هذا التنظيم وضعه علماء القراءة ليضبطوا القراءة فقط واضح لكن فقط قلت لي حاجة مهمة برشا أنا مش نذكر الرواية اللي نقرأ بها الكامل نحن في تونس نقرأ برواية الإمام قالون في بلادنا تونس في تونس المشهورة عندنا أنا ما أقرأ طريقة الشاطبية أو طريقة ابن شيبة نقرأ طريقة الشاطبية هو نقل بيها عن الشيخ البارودي اما يقول لك هذا مش من طريق الشاطبيه يقولون لا كيفاش تعملوا في ماده التعليم هذا من العشره الكبرى. ممتاز سؤال ممتاز جدا. المسائل الهديه الاختياريه من بعض القراء انت مثلا امره اكثر وجه تتعبد بها الرب سبحانه وتعالى. كل من قالوا لي اسقي وكذا هكا ولا باهي رب يفتح عليك انت وتعلمت كذا وليت تستسيغ القصر المنفصل مع ضمن الجامع مثلا وقاعده تقرا به شو معناها انت لنا وحبيت تقرب به الناس معروفه شو الاسم سماح قراءة المذهب التعظيم من قراءة الإمام قالون يعني من طريق الشاطبية استحبه بعض ما نعرفوش نهتم أربع كراسي أنا واحد من الناس أخذت به مرة نجيب منه مرة نجيب منه والسلام عليكم مش معناها كي ما قريتوش نأثر وكان ما جبته لازم يتعين ويتوجب عليه لا مش بشرط به أنت مش اللي تقرا عليه كان قلت لك لو خلطت هذه في هذه مشكلة هي ماهيش مشكلة تبقى بالعكس الإمام الشاطبي خالف شيخه الداني في كرسي ما فيش عمل جميل فهمت أختي باهية هذا يمسك عامة طبعا واضح أي نعم الأخت كريمة زيود أختي في أول المحاضرة كنت بيقولوا لا حرج في الدين ليس لا حياة في الدين علاش الدين كله حياة لأن الله سبحانه وتعالى قال في آخر سورة الحج من حرج ولذلك الصحابة كانوا يأخذون صحابة رجال يأخذون الدين عن تلك الحميرة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها واضح؟ كان يتعلموا لما الملك عنده أكثر من مرأة يتعلم فيها في الدين. لكن شو معناها؟ شو معناها؟ عشان ما تكبر. واضح؟ متسبب في حتى الأغلب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولذلك الأفضل أولى والأحسن أن نقول لا حرج في الدين، مش لا حياء في الدين. كان نقول لا حياء في الدين كان الدين لا فيه لا حياء لا ولي. بل عين دين الحياء. مفهوم؟ كيف شو؟ لكن شبيهم بالبدل. وسؤال اخر سمح لي انا سمعت هذيك بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر انما لو واحد كذب لا يجوز الوقف له علاش؟ لا كلمة لا يجوز كبيرة برشا هذيك علاش بس الإجابة ولا لا؟ نعم هذه الآية بالذات هي جملة شرطية فيها شرط جواب شرط عندنا قاعدة في اللغة العربية لابد أن يجتمع الشرط مع المشروط. ركز معايا. لكن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى كان دقيقا في منظومته لما قال: وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام من غير ما له سبب. الأوقاف الموجودة في المصاحف هي من اجتهادات الشيوخ على ضوء القواعد بتاع اللغة العربية. نحن عندنا 17 وقف نبوي. ناخذوك سماعا بالاجازه سماعا يقول لك الاستاذ وقف هناك واضح هاتين الكيفيتين لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذا وقف. تقول لي سيدي هل قلت الشرط المشروط؟ ركز معي منيح. وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه ان، هذا شرط. شو جو الشرط؟ يحاسبكم به الله. وفيه غادي كان يعمل شرط ومشروط. جا شرط جو الشرط. فيغفر لمن يشاء لجمله اخرى مقدره. يعني ان تبدوا ايضا ما في انفسكم يغفر لكم سبحانه وتعالى. فجزم الوقف. اغلب الناس اللي قروا يربطوا الايه كل. فيولي شنو الوقف يكون افضل؟ قدامي ترسها بالكسي والحم وجا طالع نحب نقرا عليك. كي نقول له اقرا وعاود مازال ثم جو في القران؟ ما عاد ثم جو، نعطيه الوقف الاخر. فهمت؟ قد يزوج يزيد. ما فيش حتى اشكال. مفهوم؟ نعم. اي سيدي. شيخ فايز شنو؟ شبيه؟ عايشة أخت عايشة. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال: هل يجوز لطالب العلم ختم القرآن حديثا أن يتنصب التدريس؟ نعم. ما هي الشروط لذلك؟ القرآن ولا يكون هكا أفضل. أه ممتاز. الذي درسه هو أولى به مني. اللي قرر يعرف يجوز له باش ينصب ولا ما يجوزوش باش ينصب. يعني أنا تو خرجت طبيب رغم أنا نخدم موازي تعمل كاستاجات وتعمل الحكايات وكل شيء، شكون يمشي يعطيه ال وإلا لا؟ السؤال أنا هكا أو الطرح لازم يكون الهدف. ما يطلبهاش الطالب كما كنت نحكي قبيله، حتى لين اللي قال فيه يقول له راك انت اصبحت مؤهلا، لانه تعرف انا تقول اصبحت مؤهلا، انا راني ما قريتش بالتلقاء نفسي، انا ما طلبتهاش. والله الشيخ اللي قال فيها قال لي راني مش الله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤالي في الاول جاوبت نعيم لله، كيف يعلم حافظ القران انه يقرا القران ليس رئاء للناس ورجل بل لوجه الله تعالى؟ وجاوبت نعيم هذا السؤال. كتبت سؤال برك نبدو الحمد لله. والسؤال الثاني، هل مع نقص القرآن؟ يعني ساعات احنا ساعة برضه نضبط الموضوع اخر، يعني ادبت القرآن، هل يجوز ساعات يعني نقص عليه ونندوب ونعاود مثلا شويه؟ نرجع مثلا ساعات ما نفعش. شعمل هذه ما نفعش. بعد هذاك الشيء باش يخرج يحب باش يخرج. لا لا. ما يصيرش. ايوه لا. لا 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 والله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو علمتم اعلم لا بكيتم كثيرا ولا بحثتم قليلا. نحن بجاه ربي عندنا سؤالتين باش نقعدوهم، ما جاتنا الفتره كان وقتها. الاصل لو مره قلت لك ايه بعد نحشي شويه زاد، مش معنى حتى كان جات حويجه خفيفه تاكل كنت نمشي. خاطر علاش؟ شوف شو وش مش علينا. اقعد اضحك واعمل كله بعد ما تاخذ الباب حتى شيء. لا نحاول قدر الاستطاعه. والله يعني مسألة اجتهادية، فهمت شحال تقول أنا؟ نعم، قول لي سيدي. الأخت ألفة مريم. السلام عليكم. السلام عليكم. الفقه أنه أولى مع إنسان يفقه، خاطر باش نعملوا مقبرة لازم شنو هما سامحين؟ معناها باش نتفقه في الدين، أول حاجة معناها التفسير نتاع تفسير القرآن أولى، ولا إني نحفظ 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 نحفظ، خاطر الوقت يلزم باش نخش ما هيك. أول علم ينبغي أن يتعلمه المسلم. علاش قلت القرآن البركة سكيه؟ مشاو جاو يبدعوا فينا ويقولون أنتم بدعوا مبتدعة وكفار وبيكم عليكم وشرقات في سوريا. فهمت ولا؟ ويكلم باسم الدين. ويحط القرآن كما يحبوا هما. كنت نحكي مع سيدي معز والأولاد توا، لازم الزوز معاهم. وهذه من مهمة اللي قال في القرآن. هذه من مهمة اللي قال في القرآن. مفهوم؟ أنا توا أنا توا وحدك مش تحبك تفهمني. خدمت القطار ليسونس فيه ما تفهم الجملة تفصيلا، ما تخرج ليسونس كي تخرج الروح، هذاك هو القرآن. عليك ربي باش تحفظ في فترة وجيزة، أحفظت القرآن ولا ما تشدش غاديك وتقف. امشي تعلم العلوم، ضروري من العلوم الدين كي تحكي قبيلة.
مش معناها حضر من صوت سيء، لا مش العمل مفهوم. الله يعلمنا ان شاء الله. سؤال اخر بخصوص روايه الامام قارون في تونس، معناها تونس اسمه روايه الامام قارون، معناها يشرط عليه انك مش تحضر الامام قارون والا ما شرط، معناها يحس من الشاعة سبحان الله. هيا انا فهمت عليك بس يا وخالتي انا في تونس اللبس الدنيا بتاعنا جبه، مش لبس في قميص. ركز معايا، مش معايا في التسلسل. انا بلادي الهويه بتاعي جبه، تلبس لي القميص بتاع جماعه الخليج ما هو لاباس. ترى شنو هما كي يجوا ما يلبسوش اللبس بتاعهم بتاعنا احنا هنا ما هو لاباس. مش تعصب خد بالك، انا مش من باب خالف تعرف. بها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الامام البوصيري وكلهم رسول الله ملتمس. الاولى نقرا قراءه بلادي بعد ما نتمكن منها بالباقي. واضح؟ لكن احنا لا يجوز الخروج عن الجماعه. الجماعه معروف بجيب لحم في الكتاب القانون، نحن في الكتاب القانون. نحن اللي اختارت بلادي. لا احنا اول ما في جربه اول جمعه اللي نحكي في 11 دينا في الولايات حفص ما حفصتش احنا لقانون. مش باش نوخر تاني، بالعكس قد ما نقدر. وانا نقول لك اعتز بلادكم تونس. راهي تونس ولا لا؟ راهي تونس بلاد الزيتونه. لازم تفهموا، هما قعدوا يلوجوا كان على كلامات، اقراوا تاريخ بلادكم باش تعرفوا الكلام هذايا. اقراوا تاريخ البلاد باش تعرفوا، اقراوا تاريخ جربه، جربه ما عندهمش عليها درايه انتم. جربه كانوا مهتمين بعلم الرسم الوطنيه بتاع القران، تلقاو الجربه كانوا يرسموا ويعرفوا علم الرسم الابتداء. قال لي عندي اجازه في القران، ما يعرفش رسم القران، اجمل اجازه بتاع. ما عرفش راسه خلاص الدين، وقال عندي اجازه في القران قلت له قال تبرى لعب بعيد عليك يا سيدي بي. شو اللعب هذا؟ بربي فماش واحد يقول خليها قراءه جامعه كامله. يجيك طالب يقول لك سيدي بلاش معناها غاديك محذوفه؟ وليش غاديك تبدع؟ ثم خطا في القران. بروح الا معاها شو نعمل؟ غاديك ولا يخاف. وش عمل بها الاجازه كي اجازه بنتي؟ بربي فماش واحد يقول لكن احنا نحكي الانسان يعطي يخدم بكل كلام. لكن تقول لي نحس روحي منبوذه، هذا هي الاشكال في الايقاع بصراحه. ربي يهديه ويصلحها. زين نعرف كيفاش نزرع في الحرب، مش نلف الطار. كيفاش نجيبه بحكايه باش يقرا ويتعلم. مش نلف واضح، لكن الكل قرا بها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح نعم. اخت فضيله. السلام. لا. السلام عليكم. ايوه. ايوه. ما فماش السلام. السلام كان يوم القيامة، تحياتهم يوم يلقونه في الدنيا ستخطى الجيل. السلام عليكم. السلام عليكم. هكا. ده عندي سؤال الأول، كيف نتعامل مع الطفل غير المهتم في القسم؟ برشا أطفال غير مهتمين. قد رغبوا فيهم ولكن غير مهتمين. وعندي سؤال خداش معناها التيار البرا صعيب عليهم برشا. راهي الهو ولو نحن عندنا في مخاخنا عرس والسلام عليكم، واللي هو الأصل في الدين. ثم فقه اسمه عقود النكاح وفقه النكاح. يلزم بيه تقرار قبل باش تبدا باش تخرج اسره. نحن للاسف الشديد انخرموا الجابت في الزهاز بتاعها. ما عرفوش شنو عمل، اقبل في الزهاز كان يهزوا كتاب القران. اقبل في تونس المراه المسلمه كانت تحفظ ما تمشي الدرجه الاولى بتاع سوره النور. تبدا حافظها خاطر سوره النور بيت النوم. واضح ولا؟ يعني هي جابه صغيره ما لهاش حدا باش تربيها. كلبوك الراجل. واضح ولا؟ انا مادام جاني التلميذ غادي خليه يشوش. شنو ولا ما تلعبش. قلت له بحري ما يسالش، اشتحوا كل شيء ما شاء الله فيهم اللي ختم وفيهم اللي حفظ، يولي وحده هو اللي يبعد. انا كالطفل المهرج هذاك نعرف انا كيفاش ناخذ. اوصل معايا. ما هو اذا وصل الامر لغير اهله فالضبط الساعة. ما هو كذا واحد ما هوش مولى الباب ما هوش مش تبيع عليه الامور هكا ولا؟ انا شو نعمل انا هكا؟ يلزمني نمشي نتعلم ونقرا كيفية التعامل مع الطفل الهريش. نشوف الناس اللي سبقتني، نشوف شنو الاساليب اللي انا كيفاش ناخذ من هذاك. واضح ولا؟ وبالعكس علم الاطفال وهم يلعبون الطاقه على الاستعانه هكا ولا؟ ناخذ حصه جماعيه الناس كلها. اما ثلاثه اربعه اللي نعرفهم هم ما شاء الله باش يتكونوا هذاك ناخذهم على شيها نقدم به والاخرين نعملوا حاجه بلا شيء في القسم والسلام عليكم يكون افضل. واضح؟ نعم باش ما نظلمش الناس. كل شخص طبعا. اي نعم. سؤال خاص لا خاص بيا والله سبحان الله انا نعاني من قله البركه في الوقت. ايوه وحدي طاير طاير محلات نصيحه ولا دعاء ولا حاجه هكا نصيحه
نسيش نسيش الكلام اللي يقول لكم في البال في القاعة. استغفر وين تبقى؟ لا سبحان الله والله راسي خير من فمك خفيف. قبل التكبيرة مش عمود بعد باش نحضر روحي يسري. انا الطرعة نتاعي هذه باش نعملها هل اني انا حافظت فيها ربي والا لا؟ اللي هي درجة الاحسان ان تعبد الله كانك تراه ان لم تكن تراه في المراه. اذا كان وصلت مقام المراقبة تشوف البركة نتاع الوقت. حاجة اخرى مهمة برشا، كثرة الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعطيك كل شيء. تعرف علاش ولا تعرف علاش تعطيك البركة ولا؟ لانه الفعل الوحيد اللي شارك فيه ربي مخلوقاته عليه وسلم في شيء وعلى شيء الا زادت بركته. ولذلك جاء في بعض عن المفسرين البيت الذي فيه اسم احمد ومحمد وكل من اشتق من اسمه صلى الله عليه وسلم تكثر بركته. لا بيس عليك تفتح الدول خياليه. ايوه اي نعم ضبط عادي تكير تاني معاك. أخنا عادي شكون خصوصا السلام عليكم. السلام عليكم. والصلاة والسلام على رسول الله. ممكن ثم شكون فيكم يقول كما قالوا لي جماعة جاني واحد خلي شيخ ربي يشوفك شيخ. يلزم الشيخ يكون يعرف يجرب الحبوشة وبالضحكة وبالتبسيمة. يلزم أنا نوصل أن التلميذ يقعد يخمم فيا. تعرف علاش؟ لأنه الإمام أبو حنيفة كان هو سر أو أمين سر الطاقة نتاعه. يعرفوا امه عنده مشكله ما يمشيش لامه يجي لي انا. قالت لي احنا مش عايش المساله هذيك. انا حاجه في بالي اعتقد لو شيخ الله يذكره بالخير توفى الله يرحمه عنده عين مضروبه ما يراش فيها. وهو فات ذلك لكن كي يبدا يتقرب هكا تلقاه. قالوا لي شيخ شبيك هكا؟ رحمه القران بركه القران رزق القران لازم نعرف كيفاش نحبوا فيه ناس. نحن والله دين الله سبحانه وتعالى سيكون في هذه الارض حب من حب وكره من كره، لكن مهمتنا احنا ان نحبب الناس في رب الناس. محبتنا ان نحبب الناس في القران. مهمتنا مش نحبب الناس في النبي صلى الله عليه وسلم فقط. كان وصلت انت حققت هذا امورك لله لا باس. نعم سيدي اختنا تفضل. طيب انا اسال على التجربه الشخصيه في تدريس العلوم المتون العلميه بصفه عامه الخاصه بعلوم الشريعه مثلا الفقه والعقيده. يعني التجربه الشخصيه كيفاش تقريهم؟ هل تاخذ من في كل سنه في الحفظ ولا في التحفيظ ولا لا؟ انا تو عندي 20 طالب يقرا قدامي. خط القسم عندي 20 طالب مشدد معاهم. ماهمش كلهم مش حافظوا القران. انا كشيخ يزيني نعرف كل تلميذ حسب تجربتي شنو هي الحاجه اللي مش مبدع فيها، شنو هي الحاجه اللي باش يكون فيها مع القران. طبعا هو يمشي شويه في القران لكن ثم شكون تلقاه باش يدرس في الفقه. اي طالب كيف كيف. اما انا عندي حصه قرانيه مثلا مش نعطي الجماعه مش نقرأ لهم احنا في من الاسبوع مثلا ما فيها بس انا اللي قاعد نقرا مثلا هكا الصفحه هذيك اللي مش نعطيها لهم ولا ثمن نمشي نقراها بالباهي نقرا التفاسير نتاعها كي واحد يمشي يحضر صلاه الجمعه نشوف شنو الاحكام الفقهيه. ما بقى في معاك تحب النظام. انا ننصح مثلا بمد ابن عشر عقيدتنا عقيده كما قال في عقد الاشعر وفي الغمايه وفي طريقه الجمال السالك تقرا هذيك تبدا تتفهم بشويه بشويه تاخذ مهمات الامور. طبعا ما تحكيش تبصش برشا خاطر ماهيش الماده نتاع فقهيه تعطيك حتى تولي عنده شخصيه الانسان تبدا عنده شخصيه. انت ممكن السؤال نتاعك تقول لي شنو هي المقررات؟ لا المقررات واضحه تقريبا يعني مثلا أيوة. مثلا في العاشر احنا درسنا شويه في الجربه البدويه وغيرها من المتون معروفه. يعني انا نلقى في المتون هي نجم تقرب للطالب اكثر من حفظ المتون حاز الفنون. نعم فانا نحب على التجربه في مثلا ابن عاشر كيف تم التدريس الاغلب تو بالنسبه لحتى الاشياء التجربه الشخصيه الحصه ساعه ونص ولا ساعه بربع قريت قران
ربيع ساعة نخرج من الروتين، ربع ساعة نقريه مشوار أخلاق، ربع ساعة خلينا نعطيه مثلا جانب فقه. أنا مقسم الوقت ضمن لا الأخت ناجية النسيان نعمة الحمد لله ما تنسين الفرق بينك الحمد لله ان شاء الله ديما ننسوا تابع علي شويه لا لا ركز معايا خاطر كي تنسى تمشي تكرم كي ما تنساش وتولي تركز على الحب بتاعك ما عادش تمشي تكرم ركز معايا لذلك قال ابن عطاء السكندري لا والد لمن لا ولد له بس انت تقرا القران فالنسيان بالعكس نعمة باش يخليك انت تمشي تورو وتكرم القرآن كلام ربي سبحانه وتعالى. وخاصة يعني أمام التوكيل مش تعب. لا لا ما يصيرش ما هو كما يقول جماعة الفيسبوك إذا وجدت الطالب يمد المد العرض 500 حركة عرف راهو نسيت ولا ما يبدا يتكحكح وكذا ماهوش حافظ. ولذلك الحفاظ أربع أنواع. سيدي الحمد لله فيكم النسيان. بطيء الحمد بطيء النسيان بطيء الحمد سريع النسيان الانسان يمر به الكل احسن حاجه ماذا به يوصل سريع الحمد بطيء النسيان يحب الخدمه انا نخاطب فيك باش نحي هكا اني انا حفظت انا تعمدت باش نحطها خايفه مهما رممت يطيح ولا ما يطيحش يطيح مهما رممت شو العمل اللي انا هكا شوف كي تبدا البنيه من الاول صحيحه تبدا باذن الله ثابته وقت باش نرمم والله نرمم راسي يا عم عند الكابوسي اش معنى بالنسبه لي انا حسب تجربتي الحفظ الاول بعد ما تعرفش كرايمك هكا وتبدي تحضري في الحله نتاعك وعاش بيدي تشوفها مزيانه ولا وتخبيها وتشوف خطوه باي ما شاء الله والله كحله وكذا يعني انت تعبت صح ولا لا؟ الحفظ الاولي بعد ما تحفظ وتشبك الحفظ نتاعك يعني اقل شيء 100 مره اقل شيء لا لا اسمعني 100 مره لا اسمعني 100 مره ممكن تقول لي شيخ تبعت لنا الصعبه لا في جرة بعض لا لا أقل شيء جلسة فيها 40 مرة خاطر الذاكرة باش تشد واضح أنا أقل شيء 100 مرة تجمع عملية سهلة فيها حاجة سهلة فيها حاجة مثلا تقرب بالسيرة عند الشيخ واضح لا أعطاكم هالصفحة ولا تكون أنا يلزمني ننظم وقتي كما قالت أختي بليل وقتي بليل قال أقول لازم يكون منظم كيما قال فماش هذايا ما عندوش هذا الوقت والله ماني عارف لا اول اللي موجود باهي لا اش قال ثلاثة الاربعاء الخميس الجمعة اربع ايام واضح ولا على نفسي الحفظ الجديد يلزمني يومين نقراه 40 مرة قداش نلقى روحي قريته في الاسبوع 160 مرة 160 مرة ما شاء الله تكون حافظة كيما سورة الفاتحة هكذا يقول لك مهما كرر تقرر اخرج من الدار من الجمعيه ولا من الحلقه نتاعك وامشي هذيك هي سريع الحب سريع عن نسيان ولذلك كي تخدم كي تبدا في المحكم انا بالعاني قلت على الحنه راهو كي تبدا منظمه ومريقله يحب لك باش تنحي الحنه واضح ما انا نقول لكم ننصحكم اللي يحب يحفظ عود روحك بالعدد التسبيحه نتاعك كيما عندك اقل شيء 100 اما انا نعطيكم طريقه عمليه راهي حلوه برشا هذيك خليكم تحفظ ورد بالك بما في ذلك الحال السؤال نتاع عزه عامه ونحن اخوات ذلك ايش نقول؟ علاش قلت لها قبيله الحفظ لازم يكون متين؟ كي نحفظ انا من الاول الحفظ يكون متين تبدا امور مريضه ان شاء الله اي نعم سامح اكثر ما يحصل كان بالتفسير نعم اكثر ما يحصل كان بالتفسير انت سالتني على الحفظ اكثر يعني ما يحصل على الأمة الإسلامية الفاهمة سورة الفاتحة
مش فاكرين اسم البنات. اغلبنا يعاود فيها والسلام عليكم. بلا نحكي له قدر ما تكرر تقرر نحو على حفظ الحرف. ما هي الوسائل التي تعين على هذا السؤال الثاني طريقة القيام الليل. يعني ساعات واحد يقول ساعات سبحان الله يغفل في النوم. يغفل في النوم صح النوم يقول لك ساعة بس. حول ولا قوة. مش على الأقل الليل يعودها بركعات في سنة الضحى. الحمد لله. يعني ما يقولوا على قيام الليل مش بالضروري يكون صلاة. أي نعم. قيام الليل مش ركعة ركعات. صلاة على تصبيح. سماع. أنا في فترة ما بصليش. مش معنى يعني نقوم بعد الصبح السبعة تاع الصباح. يعني نقوم قبل صلاة الصبح ونبدا في فرشي ونذكر في ربي. شو مش نهار قيام الليل؟ الذين يذكرون الله شو؟ قيام الليل وقعوا يدفعوا شو؟ هو الذي جعل الليل لا حسنت. لماذا قال أي سكر؟ نعم. ترغيب الصلاة على الفجر بالنسبة للمرأة في البشر. هل يعني تحكي لا كي تعلمهم شكون الله؟ من هو الله؟ يولوا هما يحبوه وحده باش يسلك ربي هذايا اللي انا معاه خاطر هذيك فطره الانسان جبليه الانسان هكاك بعد هو وحده كي مش يشوف هاك الفلاره ولا الصلاه ولا اللي هو وحده يقول لك هاك الرب هذاك يستحق العباده. رب العدوية نسمع بها الاسم كله وهي من العباد وكذا وصلت لدرجه في طريقه يعني تعاملها مع الله بكلام فيه برشا رقه. يا ربي لا أعبدك خوفا منك ولا طمعا في جنتك ولا خوفا من ذلك ولكن أعبدك حبا فيك. أركزك توصل في شغل حببوهم في ربي. ربي هذاك اللي يحبوه راهو ما نجم نوصل له كان بالصلاة. كان أنا فاهم مش معناها الصلاة ومش نصلي. وراني أنا نمشي للصلاة حبا. قتل أغلبنا نحن توا نصلي خاطر قيل بيوتنا وماتي صبرا. أغلبنا نعم. وهذه زي ما غيروها النية هذه. خاطر إذا كان كيما هكا تلقى بابهم يصلوا وليد ما فهمش فرق ما بيننا واليهود. اليهود قالوا إن وجدنا آباءنا على أمنا لا فينا مهتم. نحن يلزمنا خاطر ربي أمرنا وحبا في الله سبحانه وتعالى. هي أخت كريمة من السؤال. والله ربي بإذن الله يصلح الحال. حاجة أخرى عملية. اتخذ ورد بينكم وبين ربي يقول أنا مش نعمل 10 أيام. يا ربي راني مش نعمل استغفار ولا صلاة ياسين ولا اللي هو. يا ربي هالذكر هذايا بنية أن تهدي به الذرية. تو ربي سبحانه وتعالى صح. وربي عامل. حتى التوبة الصدقة. بصفة عامة عجبتني. شيخ بلاي سؤال كلمة يعذب من يشاء في خلال سورة البقرة على شف الإدغام هنا وبين ما تم الكلمات يعذب من يشاء. ما هو مجزوم. مش إن أصلها تبدون. إن تبدو. إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفونه لأن حفة أنه يحاسبكم ولن يحاسبكم جواب الشرط. فيغفر فيغفر ويعذب ويعذب. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب ما عنديش أي شرط. حفص هذا فيغفر. علاش؟ لأن عنده شنو مسألة أو حاجة ما هي جواب الشرط بالنسبة للإمام حفص يحاسبكم بلادي هذا جواب الشرط. جملة أخرى هذه. يقول في حالة العذر الشرعي للمرأة كيف تتعامل مع القرآن؟ ينظر إلى حالها. المرأة جهة فترة الحيض
ساعة خلينا نقول متفقين أن المرأة الجنب أو الرجل على الجنابة لا يقرأ ولا حتى شيء. يمشي طول يغتسل يركز أمور. عليك خليها شيء. ينظر إلى حالها. فإن كانت ملازمة للجلسة القرآنية جاز لها أن تمس المصحف، لكن سيدنا الفقهاء يقول الأولى أنها تعمل حائل. واضح؟ تعمل حائل دون سيسون هذه الجندولات ولا كذا. لو مسجد المصحف المرأة لأنها ملازمة للجلسة القرآنية. تجيني أمي، أمي مسكينة لا تقرأ لا حتى شيء. نار كل في الدار وكل شيء. جات هلا فترة الحيض بتاعها. تقول يا بيدي نجم يشد المصحف؟ لا. أنت لا. تقعد تذكر ربي وكاهو. تقرأ من الحفظ بتاعك وإيه؟ أما المصحف ما تمسوش. هذا المسألة اللي فيها عندك واضح ولا لا؟ ثم أدب آخر قالوا هنا مشايخنا وهو أدب مبارك. باهي سيدي الشيخ أنا مش نجي نقرأ في القرآن العذر الشرعي بتاعي لكن مش نجي. ما فيها باس أن تتأدبين بآداب سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. أنا الوقت اللي كان ماشي نقرا القرآن مش نتوضا. نتوضا وفوق الصلاة. ما يصيرش هذاك البركة. أنا حائط مش نقرا نتوضا وضوء للنوم. أسألكم على أسألكم على من يريد السؤال باش ما نخرجوش في الناس. شكون؟ لا لا نزيدوا ثلاثة أسئلة. في نفس الموضوع ما فهمتش. إيه إيه في نفس الموضوع. البركة معناها البركة معناها تقرا من المصحف خير ولا من التليفون؟ نعم النظر من المصحف عبادة. نحكي عن المس راه نحكوا على السؤال هذا نحكي عن المس. النظر الى المصحف عباده رد بالك. بل ان سيدنا عكرمة ابن ابي جهل كما ذكر ابن كثير في تفسيره كان يقبل المصحف. انا عندي مره نعرفها امي يقول لها لا تعرف لا تقرا ولا تكتب. كيفاش تخدم قريتي؟ كيفاش تخدم؟ تشد بالصباع نتاعها تبدا تتبعها. اقسم بالله الصباع نتاعها هذا فيه بياض سبحان الله. ربي افتح عليه. فالنظر الى المصحف ايوه اختي. نعم. انت تفضل ايه؟ في الموضوع هذا ساعات احيانا نضطر ان ندخل المسجد باش نقرب. لا عندنا في المسجد لا عندنا نحن في المعاش ما المفتى به فعندنا في الملكيه الحائط. اوصل اركز وريت عايش فقه دقيق. قلت لكم انا ملازمه ملازمه. المراه ديما تقرا يوميا يعني في جلسه بتاع حفظ تحفيظ واحد. هذيك خدمتها وقريتها هذيك. هذيك تقرا ولا تقرا فهمت العالم المتعلم. اما مش احكي لك مره بعد قديش. هذه ملازمه تقرا في المسجد مثلا في الصباح قسم هالمسجد. هكاك مش اسال شو نعلم منه. ما نعرفش. الحق ما نعرفش. نعم اختي. شيخ بحب نسأل احنا تو اللي تبكي من قلت له منذ قليل هو تحفيظ القرآن هم عندنا الحفظ والعمل به أما نحب نسأل على اللغة عن نحو القرآن أنعمته هكذا مش إنسان يلعب مع رب العزة ولا ابتلى إبراهيم وربه وما باشا إبراهيم وربه قال لك معناها علاش أنتم كي هي فيها فايدة ما عندناش حلقات معناها هل هذا ضروري أو يعني شيء معناها من تعلم اللغة العربية أجزم جزما أنه سيكون داعية لله. يجزم. اللي يتعلم اللغة العربية سيكون داعية لله سبحانه وتعالى. اللغة العربية تعلمها في مغازل المعمول فإنها تعلم المروءة. اللغة العربية هي لغة القرآن. علاش قلت تقبيلة؟ نحن الآن نحل نقول ولا جمعية ولا على الأقل وانا على الاقل اضع كلمه على الاقل يعرف يقول هو الله واحد مش معناها مش معناها قل مش معناها احب ولا لا اله الا الله ولا غيره فما مفهوم ربي يمشي بعد الطاعه زي كل افهم هم انا يزيد نعم طيب وهو الاخير ان شاء الله بخصوص الالم المرء هي مرض قلبي ساعات تكون يعني في شخصيه انا سمعت مثلا كما سيدنا يوسف يقول انا المخلص الامين يعني ساعات الالام تكون يعني تقويه شخصيه الانسان. ما قالش ما قالش سيدنا يوسف انا المخلص الامين. انا بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم قال انا سيد ولد ادم ولا فخري. تكلم بالالام لكن اصل الانسان انه الالام بتاعه خالبه. علاش؟ سبحان الله نفس في القرآن جت مرتبة
ناخذ سيرة سورة سيدنا يوسف. الإنسان عندما يكون مكلفا تكون نفسه أكبر باسمه. شو المطالب بها؟ المطالب منه أنه يلوم النفس بتاعه، جاءت في المرحلة الثانية سوف القيامة. فإذا لام نفسه ناداه رب العزة يوم القيامة بالنفس المطمئنة. واضح؟ فالإنسان يعرف، لكن ما جرت الحكمة على ألسنة الخلق بأن يقول أنا خير العالم، يقعد يعاني لأنه مدخل من مداخل إبليس. طبعا أنت قلتها بصفة تلقائية طبعا، كلمة أنا يعني ما فيهاش رياء وغيره، هذيك حاجة أخرى. لكن ديما قبل ما نبداو الدعاء نصلوا على سيدنا صلى الله عليه وسلم، هذيك المفتاح بتاع كل شيء. نعم، مع بعضنا سيدي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، 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 صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا رب ارحمنا بالقرآن، اللهم يا رب أكرمنا بالقرآن، اللهم يا رب لا تهنا بالقرآن، اللهم يا رب ارفع شأننا بالقرآن فهم القرآن، وارزقنا يا ربنا العمل بالقرآن يا حنان ويا منان. اللهم يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم يا رب نور بكتابك أبصارنا، ألف به بين قلوبنا، أصلح به ذات بيننا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعل اجتماعنا وأصدقائنا وجيراننا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب بارك للحاضرين والحاضرات، اللهم يا رب بارك في الحاضرين والحاضرات، اللهم يا رب اغفر للحاضرين والحاضرات، اللهم يا رب وفق الحاضرين والحاضرات، اللهم يا رب اعط سؤل الحاضرين والحاضرات، اللهم يا رب اشفي الحاضرين والحاضرات، اللهم يا رب اصلح ذرياتنا، اللهم يا رب استودعناك ذرياتنا فاصلحها يا رب العالمين. اللهم يا رب بارك في آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا يا أرحم الراحمين، من كان من والدنا حيا قاتنا، بارك في أعمالنا، بارك اللهم في أعمالنا، لا تبعدنا عن حلقات القرآن يا رب العالمين، اللهم اجمعنا مع القرآن أينما كنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المقرئين للقرآن حقا، اللهم اجعلنا ممن يتعاملون مع القرآن بالطريقة التي تحبها أنت وترضاها يا رب العالمين، واتباع المنهج الذي تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم بارك لمشايخنا، بارك لمن علمنا، بارك لمن له حق علينا. اللهم يا رب استودعناك بلدنا تونس العالمين، اسبل سترك وعفوك ومنك علينا يا رب العالمين. ستر العرش مسؤول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا.
اللهم سهل الحاضرين والحاضرات الحج والعمرة يا رب العالمين، يسر لهما الحج والعمرة يا رب العالمين. اللهم لنا هذا الدعاء ومنك الإجابة، فلا تردنا يا ربنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. لقد سعينا بأنوار القرآن الكريم وبجاه نبي كلمه وبسورة الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، في العالمين إنك حميد